سمعت يا شيخ على كل مسافر ولا على كل طبعا ملتحية لو اخذ من لحيته هل يؤثم؟ طبعا على حسب الاخذ. نعم، في اخذ يخطأ باسمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكون إشارة تكون. أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب معدون خبضة هذا لا يأثر. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم. جزاك الله خير. هنا ولا طابوا عيونك ان شاء الله. الله اذا بين طابوا ان شاء الله اذا بتدعوا لي يعني. يلا بسم الله. ارجو استاذ. نعم. هذا قول او فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحجنا وعمره كما لا لانه كان اذا حج او اعتمر. هو ليس في البخاري لكنه صحيح عنه. هو في الموطا تذكره في البخاري. نعم انا اذكره في البخاري. انا اذكره في البخاري ما اذكره الا اذا علم غلط في البخاري. انا اذكره في البخاري. لم يكن معلقا. نعم معلقا. هذا ابن عمر معلقا. كان ابن عمر ما قلته معلقا. نعم معلقا. معلقا اي نعم معلقا. ممكن كان في بعض الشباب اللي سافروا على بلاد برا. سامي حبيبي انا اسف عن خذ حقك من الدار. هلا بسام. نعم في هذا الحديث السابق يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصا كما سأل الاخ. لا لا انه هو اولا ما جاء يعني في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة جاءت مطلقة. يعني في روايات في غير الحج والعمرة. اي نعم هذه واحدة. يعني واحدة في رواية اخرى عن بعض الصحابة انهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم. ثالثا واخيرا لا يظهر